ترقبوا في الساعة 8:30 مساء البث المباشر المهدي علم تقوى وسطية أخلاق المهرجان الأول الدورات التربوية القرآنية دورة المنتظرين الأخيار المهرجان الأول الأمسيات القرآنية الرمضانية نفحات أهل القرآن الأبرار وتحت شعار التربية والقرآن تصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي. وسيتضمن المهرجان بحثا يلقيه مجموعة من الأساتذة المختصين بالفكر الإسلامي حول سلسلة بحوث السيد الأستاذ الموسومة تحت عنوان مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد، كما وسيتضمن أيضا فعاليات الراب المهدوي والشور المهدوي وإلقاء بحوث من سلاسل بحوث السيد الأستاذ منها الأصولية والفقهية والعقائدية والفلسفة وبحوث المنطق يلقيها نخبة من الباحثين وبمشاركة الذاكرين والرواديد من الأشبال والشباب. محافظة بابل، السبت 2 ذي القعدة لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الرابط التالي.